النهاردة هنشوف أكتر ناس مش محظوظة في العالم، وبالأخص الحرامية. نسبة حظهم هي 0%، فأكيد طبعاً هيتقفشوا. فبعد ما تتفرج على الفيديو لو عجبك ياريت تعمل لايك وتشترك معايا في القناة إذا كنتش مشترك. المهم مش هنطول، يلا بينا نشوف الحرامية دول هيعملوا إيه، ويلا بينا ليتس جو نبدأ مع أول حرامي. أوكي، هنا الراجل بيحاول يسرق العربية. إيه ده؟ لا ده بيسرق شنطتها. آه يا ابن اللعيبة، عايش والله يا ابن الذين. يا غبي يا غبي يا غبي، البوابة مفتوحة. ده تاني حرامي. ايه ده؟ لا 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 لا، الراجل ده مش بروفيشنال، اكيد دي اول مره. الراجل ده مش خبره. اوه بنطلونه وقع كمان. ده ايه ده كمان؟ ده ده بيكسر البوابه. لا حول ولا قوه الا الهدف كان تكسير القفل، البوابه كلها وقعت. اجري اجري يا معلم، انت مستني ايه؟ يا لهوي يا جدعان، ايه ده؟ بنطلون وقع ولا ايه؟ اوكي، ده واحد تقريبا ماسك قلب طوب. قلة ده مبتدئ خالص، ده حرامي على ما تفرج. شوف بقى دول الخبرة، مسك قلب طوب تحدفه حدفة قوية، الناس دول خبرة. اوكي دخل يا عم، لسه بقول عليك خبرة. حرامي يا جدعان. نسى هو كسر انهي واحدة. ده واحد اهو تمام سرق موتوسيكل، ده صاحبه. طب انت داخل تعمل ايه؟ مش خلاص خدته يا جدعان المكنة؟ داخلين تعملوا ايه؟ ده يعني اوبا، الجراج تقريبا قفل على رجله، الجراج قفل على رجله تقريبا، كان الجراج ده كهربا. طب سهله، ايه العب بنطلون، ايه رايك؟ ايه العب بسرعه يلا بنطلون. ايه ده؟ ده سمعني. ده بيلعب بجد. ايه العب يلا، يا نهار ابيض يا جدعان، اتمسك يا جدعان، ما عرفش يلعب بنطلون. ودول جماعه تانيين اهم، يلا نشوف هيعملوا ايه. اوبا لا لا لا، وحشه دي، قلب الطوب جه في صاحبه. يا نهار ابيض، انت هتسيبهم وتخلع؟ يخرب بيتك ولا صحابك يالا. اوه السكيورتي وصل. اوبا لا لا لا، صاحبهم باعهم حرفيا. تعال نشوف الست دي كمان، حتى يا جماعه الستات بتسرق، بتسرق الاوردر اهي. اوبا ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب عامل فيها كده ليه؟ اوه ماي جاد، ده هتتمسك. يا لهوي يا جدعان، يخرب بيتك يا جدع، سلمها حرفيا تسليم اهالي يا جدعان. خد السرقه يعني، خد البوكس وسابها هي. تعالى بقى نشوف الحرامي ده كمان، من الواضح كده ان العجله دي هو سارقها. معلش انا مفيش حد يعني يمشي بعجلتين، مشكوك في امره يعني. قول لا 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 لا، ده انت هتاكل علقه للصبح. دي مش عجلتك، عمال يقولوا دي مش عجلتك، مش عارف ايه. هي يو كانت هاف ات. اوكي بليز، لا بليز ايه بقى، انت تطلع بين على الاسم، بينا على الاسم يلا بسرعة. انا لو مكانك اخد الثلاث عجلات الصراحة، ده بيرمي له الكوتشي والله. عيب يا عم. طب والله يا عم الراجل ده طيب، والله المفروض على الاقل يعني ياخد منه العجلة، ياخد منه الشنطة، يعلم عليه في اي حاجة. انت هتسيبه؟ يا نهار ابيض، ده سابه ازاي يا جماعة ما يسلموش؟ يلا بقى، انك ناس طيبة ناس طيبة. يلا الفيديو اللي بعده. اوكي دي ايه دي بقى؟ اوبا ده انت حراميه تخينه. طب يعني مش الحرامي المفروض يخس الاول، يخس شويه، نخس قبل ما نسرق. اوبا رجليها كمان اتلوت، يا نهار ابيض يا جدعان، وات ديد يو دو. اوكي لا ده جاي لها مين بقى؟ ده جاي لها تقريبا صاحب البيت. ماي انكل ماي انكل، ما من الواضح جدا يعني انك كنت بتسرق، يعني انت واخده الطرد وبتجري. اوبا كتفها، بيكتفها ولا بيشيلها؟ لا ده بيشيلها. او ماي جاد، ده هيساعدها يا جدعان، ده هيساعد الحراميه. سبحان الله يا جماعه، يعني جاي تسرقني قمت انا بساعدك، سبحان الله. الفيديو اللي بعده. اوكي ايه ده، الحرامي والست صعبت. الحرامي والست صعبت العجله، ما الاثنين بيتخانقوا على العجله. لا دي عجلتي، لا دي عجلتي. صاحبتها جت. اوبا بقوا اتنين ستات على راجل. اضربوه اضربوه يا جدعان، يا جدعان وانت يا عم الراجل اللي انت واقف بتعمل ايه؟ خش اضرب يلا. يا نهار ابيض يا جدعان، في يا جدعان والله يا جماعه الحرامي ده والله لو في مصر كان خد علقه 100 100 100 100 300 100. الواد ده ماله يا جدعان، مش مظبوط كده ليه؟ ده بيتصل بالبوليس والله يا جدعان، الناس دي مش رجاله بجد والله. الراجل ده يعني واقف يعني مش عارف اقول لك ايه، شايل شنطه زي الستات اللي جنبه. هقول لك ايه، شايل شنطه. يا نهار ابيض، احنا هنقعد في الفيلم ده كتير.
سابها لهم اخرة ما زهق.